شباب حسام الدين، لا توقفنا أي أزمة وهنتحدى بالتعليم، وبنستنى معاد نتلاقى على شاشتنا حسام الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولادي وبناتي طلاب مدرسة حسام الدين الخاصة. رغم الظروف الصعبة اللي بتمر بيها إن شاء الله البلاد، لكن بنحاول نتواصل مع حضراتكم من خلال تسجيل المواد الدراسية على موقع المدرسة. وطبعا أشكر متقدمًا لحضراتكم أستاذ شريف عبد الواحد مدرس الدراسات الاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث من مدرسة حسام الدين الخاصة، أهلا بكم في مادة الدراسات الاجتماعية ومع درس جديد من دروس المادة حرب السادس من أكتوبر. من خلال الصورة التي أمام حضراتكم ممكن نستنتج تهيئة الدرس. صورة، ها مصطفى شايف في الصورة القوات المصرية تمسك العلم المصري بتحاول ترفعه، ها نسأل على الجبهة ايه؟ ها مصطفى شاطر قال للجبهة الشرقية او الضفة الشرقية لقناة السويس. طيب هسأل سؤال بسيط جدا يربط الدرس ده بالدرس السابق. لو سألت قامت اسرائيل ببناء حائط منيع، خط من الخطوط الدفاعية القوية جدا على مدار حروب العالم، ها بترد عليها نورهان بتقول لي خط بارليف يا مستر، بقول لها ممتازه، خط بارليف اللي اقامته اسرائيل على الضفه الغربيه صح كده؟ قالت لي لا الضفه الشرقيه. برافو عليك. الضفه الشرقيه القوات المصريه يوم السادس من اكتوبر وعاشر من رمضان عام 1973 بدات حلقه جديده من حلقات الصراع بين مصر واسرائيل، هي حرب اكتوبر. اهداف الدرس زي ما اتعودنا مع بعض لازم نشير لاهداف الدرس اللي انا هوصل لها في نهايه هذا الدرس. لازم نعرف ان درس النهارده لازم استخلص منه اسباب حرب اكتوبر، احدد الخطوات اللي قام بها الرئيس السادات لتقويه الجبهه الداخليه والخارجيه للحرب، اقارن بين موقف الدول العربيه والولايات المتحده من حرب اكتوبر، كما استطيع في نهايه الدرس ان اقدر دور القوات المسلحه في دفاعها عن مصر ضد اي عدوان. نبدا في عناصر درسنا، والعنصر الاول اسباب الحرب. لماذا اشتركت مصر وسوريا في هذه الحرب؟ السؤال واضح جدا انه هو مغزى. هل احنا دخلنا الحرب بمحض ارادتنا؟ لا يا جماعه. اسرائيل رفض تماما تنفيذ قرار مجلس الامن الصادر عام 67. حد يعرف رقم القرار؟ برافو عليك، بيقول رقم 242، وزي ما ظهر قدامكم اسرائيل رفضها للقرار ده هو رفض الانسحاب من الارض المحتله واللي كانت متمثله بالنسبه لنا في سيناء والجولان، طبعا بالاضافه للضفه الغربيه وقطاع غزه ومدينه القدس العربيه. يبقى رفض اسرائيل لنداءات السلام هو سبب رئيسي في هذه الحرب. لا يخفى على حضراتكم ايضا ان مصر وسوريا برضه مصممين يزيلوا اثر النكسه، اثر الهزيمه اللي كان اثرها سلبي جدا على شعوبنا العربيه، ان احنا مهزومين عاوزين نرد الهزيمه لاسرائيل ناخد بطارنا. يعني اسباب الحرب هي رفض اسرائيل لنداءات السلام المتمثله في قرار مجلس الامن رقم 242. النقطه الثانيه تصميم مصر وسوريا على ازاله اثار النكسه. ابنائي وبناتي لو استعرضنا مع بعض كيف استعدت مصر لحرب اكتوبر لكي ندخل حرب ونشارك في حرب، يجب ان نستعد نقوي جبهتنا الداخليه، مجتمع يكون قوي متماسك. هل السادات عنده اجراءات لتقويه الجبهه الداخليه؟ اكيد الرئيس السادات قام باكثر من عمل. ها اللي حضر وقرا الدرس هيقول معايا اول خطوه قام بها السادات هي رفع الرقابه عن الصحف لمنح المجتمع المصري نوع من الحريه ابداء الراي، فرفع الرقابه عن الصحف، ثم اصدر دستور جديد للبلاد عام 71 عرف فيما بعد باسم الدستور الدائم، ثم الغى الحراسات والاجراءات المقيده للحريات، ثم قضى على مراكز القوى وجهز الجيش وسلحه باحدث الاسلحه ودرب هذا الجيش على تلك الاسلحه. لو سالت ابنائي وبناتي طلبه المدرسه هسال واقول هي الاجراءات التي قام بها السادات، هي الخطوات التي قام بها السادات لاعداد الجبهه الداخليه.
اسمع اجابات حضراتكم. برافو عليك محمود، بيقول رفع الرقابه عن الصحف. مصطفى قال اصدار الدستور. ملك قالت الغاء الحراسات والاجراءات المقيده للحريات. نورهان بتقول القضاء على مراكز القوه. اخر واحد قول يا حسام بيقول تجهيز الجيش وتسليحه باحدث الاسلحه. ناخد بالنا ونركز، فاضل نقطة علشان تكون مصر وسوريا مستعدين للحرب. قام الرئيس السادات بإعداد وتهيئة الجبهة العربية على المستوى العربي، بدأ يصف الخلافات، يزيل الخلافات، يمنع الخلافات بيننا ويوحد الصف، يعني يجعل الأمة العربية صف واحد وراء مصر وسوريا. وده ليه؟ للاستفادة من كل الموارد والإمكانات العربية المتاحة. إذن نستنتج من نقطة الحوار بيننا أنه مصر استعدت استعداد قوي جدا لحرب أكتوبر من خلال خطة داخلية إعداد جبهة داخلية وخطة خارجية إعداد جبهة عربية. أبنائي وبناتي ننتقل للنقطة التالية. أمامك صورة طبعا بيتضح فيها مجلس القوات المسلحة، مجلس القيادة، الرئيس السادات، المشير احمد اسماعيل، الفريق اول عبد الغني الجمصي، الفريق اول عبد محمد سعد الدين الشاذلي، رؤساء القوات المسلحه والقيادات الكبرى في القوات المسلحه. والصوره بتوحي لحضرتك كيف يظهر الاهتمام، كيف يستعد لهذه الحرب. طبعا تخطيط جيد للحرب، هتبدا في حرب اكتوبر باشاره بدء الحرب. مين يملك الإشارة؟ مين اللي في إيده القرار؟ رئيس القوات المسلحة، مين القائد الأعلى؟ الرئيس أنور السادات أعطى إشارة بدء الحرب. قام الرئيس السادات لما أعطى إشارة الحرب، بدأت بقى أجهزة القوات المسلحة تتحرك زي ما هم مخططين تمام. قام سلاح الطيران بضربة جوية ناجحة. رئيس هذا السلاح، قائد هذا السلاح، فريق أول محمد حسني مبارك. وقامت قوات المدافع المصرية بضرب حصون خط بارليف. طبعا الضربة الجوية والضربة المدفعية هتمكن قواتنا مباشرة من عبور القناة وإقامة المعابر لنقل الدبابات والمدرعات والآليات المصرية. تم تدمير هذا الخط خلال 6 ساعات. أسأل سؤال مباشر، انسب الأعمال. ركزوا يا أولاد، انسب الأعمال. من الذي قام بالعمل التالي؟ أعطى إشارة حرب اكتوبر. برافو على اللي رفع ايديه، وبرافو على اللي بيفكر. ها، مش محتاجه تفكير، برافو عليك انور السادات. طب لو سالنا السؤال الثاني، انسب الاعمال، قائد الضربه الجويه الناجحه، قول يا حسام. قال لي حسني مبارك، الفريق اول حسني مبارك. طيب اكمل ما يلي بكلمه مناسبه. استطاعت القوات المصريه عبور القناه وتحطيم خط بارليف خلال كام ساعه؟ برافو عليك يا سما. سما بتقول 6 ساعات، ممتازة. طيب لو قال بما تفسر، سؤال مقال صغير، بما تفسر إنشاء المعابر على طول القناة؟ برافو عليك يا محمد، قال لعبور الدبابات والمدرعات والآليات العسكرية. نتطرق لنقطة جديدة وهي انتشار القوات المصرية على طول الضفة الشرقية للقناة. تم رفع العلم المصري عليها وأسر المئات من الجنود وتحطيم عدد كبير من طائراتهم ومعداتهم، وحققت قواتنا المصرية أعظم انتصار بريا وبحريا وجويا. كل ده على الجبهة المصرية، اوعى تنسى. طب ننتقل للنقطة اللي بعديها. قال لي على الجبهة السورية خطة يا جماعة فيها تنسيق، خطة موحدة. نفس السيناريو، بدأت سوريا ومصر في هجوم في لحظة واحدة، ولذلك عبرت الطائرات السورية خط وقف إطلاق النار بارتفاع منخفض عشان طبعا تتخطى الرادار الإسرائيلي. فتحت المدافع نيرانها على مواقع الحصينة في خط ألوان في هضبة الجولان، والخط ده يماثل خط بارليف. وبالتالي لو قال لي أكتب ما تشير إلى العبارة خط أقامته إسرائيل في هضبة الجولان، ها برافو عليكي. ريم بتقول خط ألوان. طب خط قناة إسرائيل، حصن دفاع قناة إسرائيل على الجبهة المصرية شرق قناة السويس. سمعك ياسمين بتقول خط بارليف، أحييك تفضلي. قامت القوات السورية أيضا من خلال معارك جوية بينها وبين الطيران الإسرائيلي في تقديم دعمها لقواتها البرية التي اخترقت خط الدفاع الإسرائيلي ودمرته.
كده اقدر اسال حضراتكم سؤال، هل نجحت القوات المصريه والسوريه؟ بالتاكيد نجحت، وفي خلال ساعات معدوده في تحقيق اول نصر على اسرائيل وعلى جبهتين مصر وسوريا سيناء والجولان. ننتقل لنقطه مهمه جدا ومحوريه، ولابد ان كل طالب يركز جدا، الدول العربيه، الولايات المتحده، ده من نقاط الدرس ان لازم اعرف ايه دور الدول العربيه، ايه دور الولايات المتحده في هذه الحرب، هل ليهم موقف من الحرب؟ اكيد. استنتج موقف الدول العربيه، السادات قبل الحرب صفى الخلافات، يا اولاد خدوا بالكم، ونقل الاجواء بيننا، وقدر يستغل كل الامكانيات المتاحه لدى الدول العربيه. نشوف اللي قدمت بعض الدول العربية دعما عسكريا، اذكر أمثلة: العراق والجزائر وليبيا والمغرب والسعودية والسودان وتونس ودول عربية أخرى، كما قدمت بعض الدول الدعم المالي مثل السعودية والجزائر والإمارات، كما استغلت الدول العربية المنتجة للنفط. سؤال: النفط ايه؟ النفط ده يا استاذ؟ اقول لحضراتكم ارجع لدرس الطاقه في الجغرافيا. ها، برافو عليك يا ملك، بتقول النفط هو البترول وهو مصدر طاقه رئيسي. رئيسي مش عندنا، ده عند العالم كله. ده يمثل هو الغاز كم في الميه يا حسين؟ قال لي 55. مصطفى بيقول البترول اكتر، 30% من الغاز. الغاز والبترول مع بعض بيمثلوا 55% من الطاقة المستهلكة في العالم. طبعا في الوقت ده كان لسه انتاج الغاز مش بنفس الكمية، فكان البترول هو المصدر الأهم على الإطلاق. مين أكبر دولة؟ برافو عليك، قول يا سيف. قال لي أكبر دولة عربية وعالمية السعودية. استخدمت الدول العربية سلاح النفط في إنها تمنع تصدير النفط عن مين؟ أوبا، الولايات المتحدة. طب ليه كده؟ لما نعرف الولايات المتحدة وموقفها من الحرب هنعذر الدول العربية. الولايات المتحدة عملت إيه؟ قدمت مساعدات عسكرية. أوبا، لمين؟ لإسرائيل. يا نهار أبيض. إذن موقف الدول العربية من الولايات المتحدة هو استخدام سلاح النفط العربي ومنع تصديره لأمريكا، ردا على إيه؟ دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، بما تفسر استخدام الاستماع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وإلى لقاء آخر، وإن شاء الله في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. السلام عليكم ورحمة الله.